بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم نورا الحرفة من قناة على المطبخ. النهاردة هنعمل برضو فيديو من فيديوهات التوفير. شايفين البطاطس الجميلة اللي قدامنا دي؟ عاملين صينية بطاطس تحفة ومن غير لحمة، بس صينية بطاطس ما شاء الله عليها، طعم بقى وريحة ملهاش حل. وعملناها بأبسط الإمكانيات، وتعال نشوف احنا عملناها ازاي. معانا هنا بطاطس، معانا توم، معانا بصل، معانا قرنين كده من الفلفل الحامي او بارد زي ما تحبي، ومعانا عودين من الشبت. في الكبة بتاعتنا هنحط البصلة بتاعنا، بصلتين اهم، هننزل برضو بقرنين كده من الفلفل زي ما تحبي، عايزة حار حطي، عايزة بارد حطي. طبعا هننزل بالثوم، وهنضرب كل ده مع بعضه. صينية البطاطس اللي احنا هنعملها دي هنعملها من غير طماطم، يعني احنا هنعملها من غير طماطم، من غير صلصة طماطم. يعني هنحط لها بس حاجة بسيطة كده من الصلصة المعلبة. زي ما احنا شايفين ضربنا كله مع بعضه في الكبة. ظبطي بقى الملح، وانزلي بقى بالبهارات بتاعتك. انا حطيت لها بابريكا، وحطيت لها فلفل اسمر، وحطيت لها بهارات المشاوي، وحطينا توم باودر، والبهارات السبعة، اهو. وطبعا هتظبطي الملح بتاعك، تتبيلة في منتهى الجمال ما شاء الله عليها. دي بهارات المشاوي اللي انا بقولك عليها، دي بتشتريها من عند العطار، بصراحة تحفة. وده دبس رمان، معلقة كبيرة من دبس الرمان. يعني التتبيلة بتاعتك هتبقى في حتة تانية خالص، وصينية البطاطس مش هتبقى زي اي صينية بطاطس ممكن تكوني عملتيها قبل كده. هنقلب طبعا كل ده مع بعض. التتبيلة بتاعتنا اهي، ما شاء الله عليها، ريحتها في منتهى الجمال. وهنا حطينا، ما كناش لسه ظبطنا الملح بتاعنا، حطينا الملح اهو. وكده التتبيله بتاعتنا بقت جاهزه. اول حاجه بقى معانا البطاطس اهي. طبعا كميه البطاطس ده حاجه بترجع لك على حسب ايه، يعني افراد اسرتك اللي انتي هتعملي لهم الاكل. وهننزل طبعا بمعلقه كبيره من الزيت. معانا هنا الطاجن بتاعنا، حطينا فيه البطاطس بتاعتنا اهي زي ما احنا شايفين. وهننزل عليها بقى بالقشيم. القشيم ده اللي احنا كنا طلعناه من الدهنة بتاعتنا لما سيحناها وحولناها لزبدة. انا مش هقولك القشيم ده، يعني اكنك حاطة لحمة كده في البطاطس، يعني حاجة كده ما شاء الله عليها، طعم وريحة ملهمش حل. وهننزل بعد كده بالعودين الشبت اللي احنا مخرطينهم، وهنقلبهم كده كله على بعضه كده، حاجة كده ما شاء الله. انا مش هقولك صينية البطاطس دي يعني هتوديكي في حتة تانية خالص، وريحتها وطعمها ولا أكل، يعني لو هي عليها لحمة مش هتبقى بالطعمة دي. هننزل بالخلطة بتاعتنا اهي، ولاحظي ان احنا ما ضربناش طماطم لا في الخلاط ولا في الكبة، ولا حطينا طماطم خالص لسه لحد دلوقتي. هنقلبها بقى طبعا الخلطة على البطاطس كويس قوي، وهنحط بقى حوالي كوباية كده من المية
وعليها معلقة من الصلصة المعلبة، وهنشرب بيها البطاطس بتاعتنا طبعا مع البصل اللي احنا حاطينه، مع حاطين بصل وحاطين الثوم وكل الخضار اللي احنا حاطينه ده هينزل ميته والبطاطس هتستوي معاه. بس احنا هنحط لها كوباية من المية وهنحط لها معلقة من الصلصة. اهو هنخرط الطماطمية اللي معانا، طماطمية واحدة بس، هنخرطها حلقات كده على وش الطاجن بتاعنا. ودوقي بقى البطاطس اللي معمولة من غير طماطم دي، شوفي طعمها بقى يعني مع القشيم اللي احنا حاطينه، حاجة كده مع الخلطة ما شاء الله. اهو زي ما احنا شايفين كده صينية البطاطس بتاعتنا بقت جاهزة انها تدخل الفرن. وبرضو ما خدناش مكونات كتير ولا اي حاجة خالص، اهو ما يعني حطينا مية في البولة اللي كان فيها التتبيلة بتاعتنا اهي، ودوبنا كده الصلصة بتاعتنا، معلقة من الصلصة المعلبة، وهنشرب بيها البطاطس بتاعتنا اهو كده تمام اهي. هندخلها الفرن على الرف الاوسط على درجة حرارة 200، يعني هتاخد لها حوالي نص ساعة، وهتطلع صينية في منتهى الجمال. ومش هنغطيها بقى لا ورق فويل ولا ورق زبدة ولا اي حاجة، وما استهلكناش يعني مقادير كتير، وطلعت معانا صينية قمر اهي قدامك. شايفة البطاطس شكلها ايه؟ حاجة كده ما شاء الله، وطعم وريحة في منتهى الجمال. دبري ووفري واعملي احلى اكل لاولادك، وباقل الامكانيات ممكن تعملي احلى اكل طعم وريحه. وبالف هنا وشفا.